السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحن في طريقنا دائما إلى توثيق كل الحالة السلوادية، ومن ضمن هذا التوثيق قررنا دمج اسم قناة رويال فارس مع اسم تلفزيون سلوات، سلوات تلفزيون، حتى يكون هناك مصداقية أكثر لهذه القناة بما يخص سلوات، وننشر سلوات إلى العالم. هناك ربما يكون هناك فيديوهات أو توثيقات لا تتعلق في سلوات، لأن التاريخ دائما مندمج، يعني هناك تاريخ، يعني تاريخ سلوات لا يمكن فصله عن تاريخ منطقة رام الله أو عن تاريخ فلسطين أو عن تاريخ الوطن العربي، ولكن في أمور خاصة ستكون في القناة سلوادية 100%. فأنا بشوف لما بحط أي فيديو خارج مواضيع سلوات في ناس بتزعل، طب ليش؟ المهم هي سلوات، الاسم لسلوات، إن ارتفعت هذه القناة فهي لسلوات ليس لي. المهم إني أنا أهدف إلى رفع اسم سلواد عاليا. والآن مع أحد أعراس سلواد في العام الماضي، ولكم أجمل تحية، وأتمنى إن نالت القناة إعجابكم عمل سبسكرايب للقناة وتشير الفيديوهات التي تنال إعجابكم. سبق أني عملت في الأسبوع الماضي أو قبل حوالي أسبوعين فيديو يتعلق بتاريخ سلواد، حدث له علاقة في سلواد، اسمه رجال تحت الشمس، اخترت له اسم رجال تحت الشمس بسبب معاناة 9 من شهداء سلواد، شهداء لقمة العيش، وسردت فيها قصتهم. ودليل شاهدت ان البعض استقل معلومات من القناة وعمل فيديو بنفس الاسم دون تغيير، ولكن اني انا لا يضيرني هذا، لاني هدفي اولا واخرا ان اوثق امور سلواد. عندما اوثق امور سلواد ستكون القناة مرجع لأي كان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكم اجمل تحية من أبو